السلام عليكم ورحمة الله. نشرح دلوقتي الكرونيك اوبستراكتيف بالمونري ديزيز اللي هو السي او بي دي الشرح المكثف. هو من اسمه كده كرونيك، يعني حاجة مزمنة بتعيش مع الشخص لحد ما يموت وهي هتكون السبب في موته. اوبستراكتيف بالمونري ديزيز يعني بيكون في قصور او حاجة سادة يعني الرئة، الشخص ده بيكون معدل التنفس بتاعه ما بيقدرش يتنفس بالصورة الطبيعية بتاعة الشخص الطبيعي. ببساطة هو limitation in expiratory air flow، مجرى الهواء نفسه بيكون فيه ضيق وما بيعرفش ان هو يتنفس بالصورة الطبيعية. المرض ده ممكن يكون chronic bronchitis او ممكن يكون emphysema. يعني ايه كلمة chronic bronchitis؟ يعني فيه التهاب في القصبات الهوائية، ده بيصاحبها بالresistant cough، كحة مستمرة دايما، وبيكون في سبيوتم، بيكون في مخاط، والمخاط بيكون بأكتر من الطبيعي، والشخص ده عادة ما بيقدرش ان هو يتنفس بالصورة الطبيعية، لو مشى خطوتين بينهج، لدرجة ان في بعض الناس في الحالات الصعبة يعني وهو بيغير هدومه عشان يلبس نفسه بينهج، ما بيقدرش ان هو يعمل حاجة بسيطة زي دي تماما. يعني في بقى نوع تاني او صورة تانية من السي او بي دي اسمها انفيزيما، وده بيحصل فيها enlargement of bronchioles by destruction of their wall without fibrosis. الحويصلات الهوائية او الحويصلات الرئوية اللي موجودة في نهاية الفروع بتاعة الرئة دي بتفتح الجدران بتاعتها، بتتهتك وتبوظ وبتفتح على بعضها، فمعدل الجاز اكستشينج، معدل دخول الاكسجين الى الرئة بيكون ضعيف، فمعدل التشبع الجسم نفسه بالاكسجين بيكون ضعيف، وده حالة عامة بقى في كل مرضى السي او بي دي، معدل الاكسجين في جسمهم بيكون ضعيف، فالشخص ده مع اي مجهود ولو بسيط بيحس بيه ان الموضوع بيكون اوفر عليه وصعب عليه، لان الخلايا مش بيوصل لها الاكسجين بالصورة الطبيعية، فبيكون دايما جسمه مهدود كده. ده يعني تفصيل كده سريع عن ايه هو السي او بي دي. عرفنا ان هو ممكن يكون يظهر بصورتين على الشخص، كرونيك برونكايتس او يظهر بشكل انفيزيما. سواء كده او كده هو نفس العلاج، هو نفس التشخيص، هو نفس كل حاجة، هو المرض بيسمى سي او دي وبيكون مصاحب اكتر مع الاشخاص اللي بتدخن. لذلك احنا بنقول كده الكلمة المشهورة، التدخين يسبب الوفاة. يسبب الوفاة فين؟ من اشهر الامراض اللي ممكن يسببها التدخين هو السي او دي اللي ممكن بالفعل بيسبب الوفاة. تعال بقى ما نشوف ازاي بنعالج مريض السي او دي. احنا عشان نشوف المريض اللي قدامنا ده عاوزين نشوف هو تقسيمة ايه. في تقسيمة اسمها تقسيمة جولد جايدلاينز، وهي دي التقسيمة الاساسية اللي احنا بنتبعها عشان نشوف المريض اللي قدامنا ده عنده سي او بي دي واصل لحد فين وازاي هنعالجه بالظبط. الجولد ده بيحمل حاجتين، في جولد رقم وفي جولد جروب حرف. يعني في رقم 1 2 3 وفي حرف اللي هو A B C D. ايه الفرق ما بين 1 و2 و3 وايه الفرق ما بين A B C D؟ الكلام ده جديد، اول مرة ينزل في عام 2018، فخلينا نشوف الكلام الجديد ده وخطة العلاج الجديدة بتاعت السي او بي دي عاملة ازاي. هو بيقول لك ابتداء كده انت بتحسب الفيف 1 بتاع المريض بوست برونكو دايليتور. يعني ايه بوست برونكو دايليتور؟ يعني بتقعد الشخص وتديله بخاخ الفنتولين، ياخد منه بختين 3 4، وبعد كده تحسب الفيف 1 على الجهاز. اذا طلع اكتر من 80% في الحالة دي يعتبر جولد 1، يعني الحالة لسه مستقرة. من 50 لـ79 جولد 2، الحالة بدأت تسوء. من 30 حتى 49 جولد 3، الحالة ساءت. جولد 4 اقل من 30، الحالة سيئة جدا جدا. تمام، ده ايه؟ ده بناء على الفيف 1 اللي هو بيحسب حاجة اسمها اير فلو ليميتيشن. احنا عاوزين نشوف المجرى الهوائية، مجرى الهواء في كل الرئة سالك ولا مش سالك. فالفيف ده هيبين لنا لو الشخص ده قدر ان هو كفاءة الرئة بتاعته تطلع كمية هواء كبيرة جدا في الثانية الاولى يبقى كفاءة الرئة كويسة، اما لو طلعت اقل في الثانية الاولى يبقى في الحالة دي كفاءة الرئة بتاعته ضعيفة. فاحنا بنشوف الكفاءة عن طريق ايه؟ عن طريق الجولد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4. في بقى حاجة اسمها الجروب، جروب A B C D. جروب A و B معناهم، يعني اول ما نقول على الجروب ده ممكن يكون A او B، معنى جروب A او B ان 0 or 1 exacerbation. يعني ايه 0 or 1 exacerbation؟ يعني الشخص ده
ما حصلوش خالص اكسسربيشن، حالته ما ساءتش. ومعنى كلمه حالته ساءت يعني ايه؟ حالته ساءت بحاجه بشكل اوفر، ان هو شكل اوفر عن الطبيعي، لان هو مريض السي او بي دي بيكون معدل الكحه بتاعته ومرض يعني بيظهر صوره الازمه اللي احنا عارفينها بتظهر على مريض السي او بي دي بشكل مبالغ فيه ومستمر على طول النهار، تمام؟ فده بيكون ليه حاجه ستاندرد كده، الطبيعي بتاعه ده، الطبيعي بتاعه ان هو بيكح بالشكل الفلاني. معنى كلمة اكسسربيشن ان الطبيعي بتاعه اعلى واخطر من المتعود عليه، يعني هو الطبيعي بتاعه بيكون بشع، انت فاهمني؟ انا عاوزك تستوعب الحتة دي. الطبيعي بتاعه ان هو كل شوية بيكح وفي بلغم ومش قادر وينهج، ده الطبيعي بتاعه ان هو حياته صعبة كده، تمام؟ فاحنا بنشوف الستاندرد بتاع حياته ايه، او الخط الطبيعي البيز لاين بتاع حياته بيكون ان هو حالته سيئه بالشكل الفلاني. معنى كلمه اكسسربيشن بقى ان الحاله دي ازدادت سوء اكتر ما هي سيئه. ففي الحاله دي احنا بنشوف هل ازدادت سوء لدرجه ان هو مثلا بدأ ان هو ياخد بخاخ فنتولين، بدأ ان هو ياخد مضاد حيوي، وبدأ ان هو ياخد كورتيزون عشان يشيل الاكسسربيشن ده، او ان هو راح المستشفى واتحجز فيها او ما اتحجزش فيها وتعالج بس على قد ان هو يدخل الطوارئ وبعد كده يرجع. دي كلها معنى اكسسربيشن. اذا حصل له الاكسسربيشن ده مرة واحدة بس او ما حصلوش، في الحالة دي بنسميه ايه؟ وبي، تمام؟ ايه او بي. ولازما في نفس الوقت نيفر هوسبيتالايزد بيفور. نيفر هوسبيتالايزد بيفور يعني ايه؟ يعني المره اللي حصل فيها اكسسربيشن ده لو حصلت له ما يكونش اتحجز فيها في المستشفى، امال ايه اخره؟ ان هو يكون بس راح الطوارئ، اتعمل مانجمنت سريع كده للاكسسربيشن ده وروح، ما اتحجزش ليله ولا حاجه. اما لو دخل الطوارئ واتحجز ليله يبقى في الحاله دي يسمى هوسبيتالايزد، وفي الحاله ده لا يسمى ايه ولا بي، امال يسمى ايه؟ سي او دي. امتى بقى بنسميه سي او دي؟ ان حصل اتنين او اكتر اكسسربيشن او وان اور مور هوسبيتاليزيشن. يعني مثلا حصلت مرتين اكسسربيشن بس كده من غير ما يروح المستشفى ولا حاجه، او ما من او راح المستشفى وما اتحجزش في الطوارئ، مرتين او اكتر في الحاله دي نسميها سي او دي، او مره واحده بس واتحجز في المستشفى. واخد بالك ايه الفرق؟ تعالى كده اما نعيد الفرق تاني. ايه او بي معناها ان في حياته ما حصلش ولا مره اكسسربيشن، في حياته ولا مره دخل المستشفى، في حياته ولا مره اتحجز، تمام؟ او حصل له مره واحده اكسسربيشن ودخل المستشفى على السريع وخرج. ده معنى ايه او بي؟ ان هو دخل اخره يعني ان هو يكون دخل المستشفى الطوارئ وخرج في نفس اليوم، ده اخره. معنى سي او دي ان هو حاجه اصعب من كده، ان هو جاله مرتين اكسسربيشن حتى لو ما اتحجزش في المستشفى، او مره واحده بس اتحجز فيها في المستشفى، يتسمى في الحاله دي سي او دي. طب خلاص احنا عرفنا ان هو ايه او بي، عاوزين نفرق ما بين الاثنين، بنروح نحسب حاجه اسمها ام ام ار سي، او بنحسب حاجه اسمها كات، تمام؟ الام ام ار سي الاختصار بتاعها هومن موديفايد ميديكال ريسيرش كونسل، ده عباره عن سكور كده بشوف من خلاله هل السيمتومز على الشخص دي يعني اعراضها عنيفه قوي ولا عنيفه بالراحه. بيقول لك الام ام ار سي لو من 0 لـ1 ده في الحاله دي يعتبر ايه؟ يعتبر ايه؟ ان هو لسه الموضوع ما ساقش معاه. او الكات بتاعه اللي هو حاجه بقى، الكات ده اختصار سي او بي دي اسسمنت تيست، وده بيكون بريفيرد، ده المفضل دايما، بس عادي ممكن يتحسب الام ام ار سي عادي في الكلينيكال براكتس ما فيش مشكله. فاحنا بنشوف الام ام ار سي لو 0 لـ1 السكور ده عباره عن حاجات معينه كده بنشوفها على الشخص، وبندي للشخص ده سكور 0 ولا 1 ولا 2 ولا 3 ولا كام بالظبط. فاذا كان من 0 لـ1 يبقى في الحاله دي حالته بسيطه، اذا الكات اقل من 10 يبقى حالته بسيطه، يبقى في الحاله دي بنسميه ايه؟ طب امتى نسميه بي؟ لما تكون الاعراض اشد شويه، الام ام ار سي 2 او اكتر، او الكات بتاعه 10 او اكتر، في الحاله دي بتسميه جروب بي. يبقى بالراحه كده عشان نعرف الحاجات احنا بنمشي على 3 خطوات. اول خطوه بنشوف الفيف 1 بتاعه، الفيف 1 بتاعه اكتر من 80 بتسمى جولد 1، 50 ل 79 جولد 2، 30 الى 49 جولد 3، اقل من 30 جولد 4. ده الخطوة الأولى إن احنا بنشوف هو جولد رقم كام عن طريق الفيف. طب هو جروب A ولا B ولا C ولا D؟ بنشوفها على مرحلتين. المرحلة الأولى احنا عاوزين نحدد هو A ولا B، والمرحلة وبعد كده بنشوف هل هو C ولا D. A أو B ان انت بتشوف كم مره حصل له اكسسربيشن. لو ما حصلوش ولا مره اكسسربيشن، او حصلت له مره واحده ولم تؤدي به الى الحجز في المستشفى، في الحاله دي يسمى A او B.
اما اذا 2 مرتين اكسسربيشن او اكتر، سواء اتحجز او ما اتحجزش، او لو مره واحده واتحجز فيها، في الحاله دي يسمى سي او دي. خلاص انا عرفت ان هو A او B او C او D. ازاي اعرف بقى تحديدا هو A ولا B؟ بتشوف الاعراض على الشخص ده. ال MMRC من 0 لـ1 يبقى A، الكات اقل من 10 يبقى A، اما اذا كانت الاعراض والسكور اعلى من كده، ال MMRC اكتر من 2 يبقى B، او الكات بتاعه اكتر من 10 يبقى B. كذلك برضو انت حددت ان هو C ولا D، انت عاوز تعرف بقى هو C تحديدا ولا D تحديدا، تقوم شايف الاعراض، ال MMRC من 0 لـ1 ولا الكات اقل من 10 يبقى سي، اما اذا الاعراض اشد شوية يبقى دي. زي ما انت شايف كده احنا بنمشي على 3 خطوات. الخطوة الاولى بتشوف هو جولد 1 ولا 2 ولا 3 ولا 4 عن طريق رقم الفيف، ده الخطوة الاولى. الخطوة التانية بتحدد هو A او B ولا C او D، عن طريق ايه؟ عن طريق كم مرة اكسسربيشن، او كم مرة اتحجز فيها في المستشفى. هنا لو تلاحظ ان هو يكون 0 او 1 اكسسربيشن بلس، يعني شرط ان هو ما يكونش محجوز. اما هنا اور يعني ايه؟ يعني 2 او اكتر، او مرة واحدة بس واتحجز فيها. تمام، خلاص حددت المرحلة التانية، عرفت ان هو A او B، او عرفت ان هو C او D. المرحلة التالتة بقى ان انا افصل الموضوع، انا عاوز اعرف هو ايه بجد ولا بي بجد ولا سي بجد ولا دي بجد. فاعرف ايه؟ اروح اشوف الاعراض بتاعته، ومن خلال الاعراض بعرف هو فين بالظبط. طب الحته دي اهميتها ايه في الامتحان؟ اهميتها في الامتحان ان هو يقوم جايب لك كده واحد الفيف بتاعه 60 مثلا، فانت تعرف ان هو جولد 2، ويقوم قايل لك ان هو ولا مره ما اتحجزش في المستشفى خالص ولا مره، يبقى في الحاله دي انا عرفت ان هو A او B. ويقوم قايل لك الام ام ار سي بتاعه بواحد، يبقى انت عرفت ان هو جولد 2 جروب A. طيب اذا قال لك مثلا تاني نتمرن، قال لك واحد الفيف بتاعه 55 واتحجز مرة واحدة في المستشفى، يبقى انت عرفت ان هو جولد 2 وسي او دي. طيب عاوز اعرف بقى هو سي ولا دي تحديدا، شوف الام ام ار سي، قال لك الام ام ار سي بتاعه ب3، يبقى انت تعرف ان هو جولد 2 جروب دي تحديدا. بس كده، واخد بالك؟ هي دي الطريقة. السؤال بيجي في الامتحان بهذا الشكل، بتمشي على 3 خطوات، عمرك ما تغلط ابدا. طيب recommended first choice، ازاي بقى نشوف طريقة العلاج؟ الفيرست لاين بتاعنا ايه؟ الفيرست لاين بتاعنا في جروب A، انك بتديله البيترول الون بي ار ان، يعني البخاخ بتاع الفنتولين عند اللزوم. ليه؟ لان الشخص ده بتكون حالته سهلة جدا، ما بيكونش عنده ولا مرة اكسسربيشن، عمره ما اتحجز، وفي الغالب الفيف بتاعه بيكون عالي. على فكره انا عاوز الفت نظر الناس لحاجه، ان ممكن يكون جولد 2 مثلا، ممكن يكون جروب A او B او C او D، يعني مش شرط ان جروب واحد ان جولد واحد يكون هو مقابله جروب A، لا عادي ممكن جولد واحد يقابله جروب A او B او C او D، وممكن جولد 2 يقابله A او B او C او D، او جولد 3 يقابله A او B او C او D. لان اللي بيحدد جولد واحد واثنين، بخلاف الحاجات اللي بتحدد هو A ولا B ولا C ولا D، اللي بيحدد هو 1 و2 و3 و4 الفيف، ده حاجة. اما اللي بيحدد A او B او C او D هو كم مرة دخل المستشفى، او كم مرة حصل له اكسسربيشن، والاعراض بتاعته عالية ولا مش عالية، فاللي بيحدد ده بخلاف ده. تمام، اذا كان هو جروب A في الغالب بيكون الدنيا بتاعته بسيطة، فده بياخد بخاخ فيتولين عند اللزوم بس يكفيه. ابتداء بقى من جروب بي، بنشوف ان احنا نديله ندخله بالادويه القويه شويه، زي لاما الون او لاب الون. اللاما لوحده يكفي واللاب لوحده يكفي، ده لوحده اوكي وده لوحده اوكي. طب افرض استعملت واحد ده او ده لوحده وما كفوش، في الحاله دي بتعمل حاجه اسمها انتنسيفيكيشن. انتنسيفيكيشن مقصود بيها انك بتقوي الدواء، بتخلي الدواء اقوى من الدرجه اللي هو كان بياخد منها الشخص. فهو دلوقتي لاما او لابا لوحدها، في الحاله دي بتدخل له بالاتنين مع بعض. طيب ده ايه؟ ده اذا كان جروب بي. طب اذا كان جروب سي، اذا جروب سي بياخد لاما الون فيرست لاين. هنا لو في بي كان اللاما ينفع اوكي واللابا ينفع اوكي، ده اوكي وده اوكي، الاتنين مكافئين لبعض في جروب بي. بينما في جروب سي لا، اللاما احلى، اللاما احلى من اللابا. طب افرض انا محتاج ان انا استخدم لابا، قال لك في الحاله دي ما تستخدمش لابا لوحده، لازم تحط عليه انهيلد كورتيكوسترويد. طب افرض استعملت لاما لوحده،
او لابا مع انهيلد كورتيكوسترويد وما جابوش نتيجه. في الحاله دي بتعمل انتنسيفيكيشن، بتستخدم اللاما مع اللابا الاثنين سويا، علما ان انك تبدا باللاما الفيرست او الانيشال تريتمنت باللاما هو ده الافضل. انت طبعا ما بتعملش انتنسيفيكيشن غير لما بتجرب الاولاني الاول، انت بتجرب اللاما لوحده وتفضل ماشي عليه، الشخص اتحسن اهو خير، بتمشي على اللاما بس لوحده، ما تحسنش لازم تحط مع اللاما لابا، تمام كده؟ طيب طب جروب دي بتعالجها ازاي؟ بتعالجها لاما مع لابا على طول، الاتنين مع بعض وش كده من البدايه، لان جروب دي بتكون حالته صعبه، وده الفيرست لاين. في خيارات تانية اقل تفضيلا زي ايه؟ زي اللاما الون، لاما لوحده كده ينفع، اوكي ينفع بس هو اقل تفضيلا، او اللابا مع انهيلد كورتيكوسترويد. لو تلاحظ كده ان الحاجات الاقل تفضيلا في الدي هي نفس الحاجات اللي كنت بتستعملها في السي، واخد بالك؟ اه عشان ببسط لك الدنيا اهو. طب افرض استعملت اللاما مع اللابا والاتنين مع بعض ما جابوش نتيجة كاملة، في الحالة دي بتعمل intensification، هتستخدم لاما مع لابا مع inhaled corticosteroid. هي دي خطة العلاج الجديدة، ولازم نكون حافظينها زي اسمنا ده، 1000000% بتسأل فيها في الامتحان. ببساطة كده جروب A سهل، ده ياخد بخارفنتولين، جروب B سهل برضو، لاما او لابا، تمام؟ اللخبطة في جروب C و D، ركز بقى معايا. سي لما لوحده يكفي، ولما احسن من اللابا، ولو قررت تستعمل لابا هيكون لازم تستعمل لابا مع انهيلد كورتيكوسترويد، علما ان اللاما لوحده كفيرست لاين هو ده احسن حاجه. طب الدي لازم لاما مع لابا فيرست لاين، وفي خيارات اقل تفضيلا. طيب في السي انت بدات باللاما لوحده وما جابش نتيجه، بتحط على اللاما لابا. طيب في الدي انت بادئ بلاما ولابا اصلا، طب ما جابوش نتيجة، بتحط عليهم انهيلد كورتيكوسترويد. لو بصت لها كده هتحس ان هي سهلة وما تاخدش منك دقيقتين على ما تكون حفظتها. هي دي طريقة العلاج بتاعة الجولد ازاي. اللي انا عاوز اكد عليه ان احنا بنمشي على 3 خطوات، بتشوف هو جولد واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة عن طريق الفيف، بعد كده بتشوف هو جروب ايه ولا بي ولا سي ولا دي بناء على حاجتين، بتشوف الاكسسربيشن وهل اتحجز في المستشفى قبل كده عشان تعرف هو ايه او بي ولا سي ولا دي. بعد ما عرفت هو ايه او بي، عاوز تحدد تحديدا هو ايه ولا بي بالظبط، بتشوف الاعراض بتاعته، اذا الاعراض بسيطة يبقى ايه، اذا الاعراض قوية يبقى بي. كذلك سي بتشوف هل هو اتحجز في المستشفى مرة واحدة او اكتر، يبقى في الحالة دي سي او دي، او الاكسسربيشن مرتين او اكتر، يبقى في الحاله دي سي او دي برضو. بتشوف بقى الاعراض هل هي بسيطه يبقى سي، وهل هي شديده يبقى دي. هي دي خطه العلاج ببساطه، وهو ده جولد جايدلاينز.